تحية لحضرتك. هذه المرة معي كابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقصة اللي لعب النهاردة على الخطوط مع اللاعبين 90 دقيقة أشغال شاقة كروية. تأخر الفوز وأسباب تأخيره إيه وتقييمك لأداء لعيبتك إيه؟ والله الحمد لله بشكر ربنا الأول يعني وأحمد ربنا على المكسب، وبقول هارد لك أسوان، عملوا مباريات كتيرة جيدة مع كابتن سامي الشاشيني. أقول الحمد لله لآخر مكسب، عدم توفيق دي واحدة يعني استسهال الموقف في 45 دقيقة الأولانية، ضاعت الفرص الكتيرة في أوقات كانت ممكن تخلي الماتش مختلف عن كده، لكن هو الحمد لله كرم ربنا إن إحنا نقدر نجيب هدف يعني في آخر دقيقة تقريبا، فده هي دي الكورة، وإحنا حصل معانا قبل كده برضو في الماتش المصري وكنا أفضل، لكن يعني المؤشر جيد ان احنا ربنا بيكرمنا في وقت معين، يعني الناس بتشتغل كويس، محتاجين نجهز بس، وعندنا عدد من اللعيبه جيد جدا ان شاء الله مع النتائج الجيده ومع الاستعداد يعني البدني الجيد، اعتقد هيبقى شكلنا كمان النهارده. لاعب اسوان، فكرت ازاي في شكل الملعب مره تانية؟ ما فكرتش، انا فكرت ان احنا نلعب بس ان نبين النقص العددي بتاعهم، عشان كده ما عملتش تغيير، لكن عملنا تغيير في طريقه اللعب، أو في أن الكرة توصل لناس معينة في نص ملعب زي هشام وخالد، ونبتدي من هنا نشتغل عشان هو النقص العدد يبين في الحتة دي، والحمد لله ربنا كرمنا يعني، وهشام هو اللي أحرز هدف، ودي حاجة جيدة يعني. في تمرينك الأخير ركزت على بعض الجمل التكتيكية، منها التغطية العكسية النهاردة دسوقي بيقدمها على أعلى مستوى، وكمان محور الأداء اللي هو هشام محمد اللي كان أعتقد عليه ضغوط كبيرة جدا النهاردة، بعد لأنه بعد الهدف بكى بكاء غير طبيعي. لا، هو الهدف كان ليه يعني ليه حاجة، إن أنا قبليها بقول له هشام استلم الكورنر وادخل وصوت من جوه يعني، ودخل ورقص كويس وصوت بشماله، والحمد لله ربنا كرمه لما تيجي في حد وتدخل، لأن برضو حارس مرمى أسوان يعني شال ثلاث أربع كور يعني عجيبة جدا، وكان متألق النهاردة، فالحمد لله ربنا كرمنا، فعشان كده هشام هو كان مشدود، هو من ساعة ما جه شغال شغلك بس، لكن أعتقد الهدف يفرق معاه جدا يعني. التغطية العكسية دي كانت تعليمات كابتن إيهاب جلال النهاردة؟ إحنا دايما بنعمل الكلام ده، لكن إحنا ساعات الدسوق بيلعب بأشكال مختلفة، وهو مؤدي في الثلاث أربع ماتشات اللي لعبهم أداء ممتاز، وعشان كده يعني أبقيت عليه في التشكيل الأساسي يعني. طلبت تدعيمات في يناير لفريق مصر المقصة؟ لا، إحنا احتمال يعني يبقى فيه مهاجم لو عندنا مكان، إحنا للأسف حتى الآن ما عندناش مكان أجنبي، لكن ما فيش حاجة، الحاجات اللي احنا بندور عليها ممكن تبقى حاجات ناشئين عشان المستقبل، احنا عندنا لعيبة كبار كتير جيدة يعني، عماد بيلعب النهاردة وهو مش مستعد 100%، نفس الكلام حسني، بس بنحاول نجهزهم، عندنا زبيطة بره، وعندنا صلاح عاشور، وعندنا عدد من اللعيبة الجيدة جدا حتى الصغيرين يعني او الجداد اللي لسه جايين، عندنا عدد، لكن مهم يعني مش جاهزين 100%، لان ابتدينا متاخر، وعندنا بعض اللعيبه اللي كانت مصابه، اعتقد ان يعني اللعيبه تجهز افضل لنا بكتير من ان احنا ندور على لعيبه كتير. لياقتك البدنيه وصلت لحد فين دلوقتي؟ لسه احنا 30-40%، بس هم اللعيبه بنلعب بشكل ما نرهقهمش. 30-40%؟ طبعا احنا بادئين قبل الدوري ب 12 يوم، وانا بنلعب كل 3 4 ايام، ما بقدرش اعمل تمرين للعيبه اللي بتلعب بالشكل اللي الناس فاهماه يعني. ربنا يخليك يا كابتن مجد، ربنا يكرمك. دي كانت اطلاله سريعه مع الكابتن ايهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقصه بعد الفوز على فريق اسوان بهدف في الوقت القاتل، والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليلي.